توجيه المصنعين نحو تنفيذ تقنية الهندسة العكسية في القطاع الصناعي مرحلة جديدة ستعزز الممارسة المولدة للقيمة المضافة في المحتوى التكنولوجي الذي سيثمن نتائج البحوث المبتكرة في عدة مجالات. هذا الريفرس انجينيرينغ يخص يعني يهم يعني كل القطاعات فالحمد لله يعني اليوم يعني حسب ما شفنا اليوم يعني في الصالون يعني بكل صراحه يعني اكتشفنا يعني ما هو امكانيات يعني هذو الصناعات اللي يعني وصلوا يعني بكل صراحه انا تفاجات يعني كي شفت يعني الانتاج يعني الوطني وهذه الريفرس انجينيرينغ صرايا نعاودوا نخترعوا كلش من الديبي اللي تاخذ لنا بزاف الوقت نقولوا 5 سنين ولا باش نديفلوبيوها الو نحن نجيبوا هذه التقنيه اللي نخدموا بها ونلحقوا البرودوي تاعنا في اقل وقت. هذه التقنيه الناجحه اثبتت نفسها في العديد من المجالات كتصنيع قطع الغيار الميكانيكيه، الصناعه الزراعيه، الالكترونيك وصناعه الطائرات. Un transfert de technologie, c'est ça, l'engineering reverse ou ce qu'on appelle aussi la rétro-engineering. On travaillera, mais en parallèle, on créera, et c'est prévu dans les programmes de Tel Atlas, des centres de recherche et de développement pour, pourquoi pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, faire un avion. L'argent, c'est sûr, ça, c'est, on a des avions, on a de l'argent. Donc pour créer des avions 100% algériens. Nous avons fait la technique de l'hendessa l'axia, où il y a une technique naïve. بعد إنجاز القطع الغيار وكان عندنا فيها ربح في وقت الاقتناء والربح المالي. احنا نشجع هذه التقنية لأن هناك قطع غيار قديمة جدا. بهذه التقنية استطعنا أننا نعيد تصميمها وإحيائها من جديد. وضع برنامج وطني يسمح ببروز هذه التقنية في المجال الصناعي الحساس سيسمح بتخطي العجز المسجل في التصنيع وسيتيح فرص النجاح لعديد الشركات التي تريد رفع إنتاجها وتحسين خدمتها.